بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع يا أخوان؟ بس يا ريت أحد يكتب إذا كان الصوت يسمع ولا لا. هل في صوت؟ الإخوان اللي بدأوا بالدخول، الصوت مسموع الله يخليكم. هل الصوت يا اخواتي تمام؟ الله يعطيك العافية، شكرا للي رد الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا وياكم في المحاضرة الماضية في قضية المفهوم التحليل التجاري، وقلنا لك أن التحليل التجاري هو يعد جزء مهم من التحليل العام اللي هو تحليل التقارير المالية اللي موجودة فيه. وأيضا من الأشياء اللي تحدثنا عنها في قضية المفهوم التجاري، اللي المجالات اللي يتحدث فيها المفهوم التجاري عندنا فيه، إلى يتكلم في مجال الاستثمار، في مجال الائتمان، في مجال تقييم الشركات، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل تقييم الشركة ومجال إعداد توقعات الأرباح، مجال اختبار المراجعة اللي يقومه على شان البراقع القانوني أو المحاسب القانوني، يمكن أن في المفاوضات في تغيير المكافآت الموجودة فيها. وتكلمنا بعدين عن أنواع التحليل التجاري، وقلنا ان في عندنا ست اغراض او ست انواع من التحليل التجاري. اما يكون تحليل تجاري لغرض الاستثمار او لغرض الائتمان او لاغراض الاداره والرقابه، والتحليل التجاري لاغراض الاندماج والسيطره، والتحليل التجاري لاغراض الاداره، والتحليل التجاري لاقتراض دعم اطراف ذات علاقه. بعد هذا بدانا في اول جزئيه منها اللي هو التحليل التجاري الاستثماري أو لغرض الاستثمار اللي موجود فيه. وعادة هذا يقوم به الأشخاص المستثمرين، هم من اللي يقومون بهذا النوعية في التحليل اللي موجود عندنا فيه. فالهدف من هذا التحليل إما أن يكون الشخص يحمل السهم ويفكر في الاحتفاظ فيه، أو يأخذ قرار بعملية بيعه، أو أنه العكس، أن هذا السهم اللي موجود فيه أو الاستثمار في هذه الشركة هو لا يستثمر فيها، وإنما ينتظر الفرصة المناسبة للدخول والبدء في الموجودة عندنا والبدء في الاستثمار في هذه الشركة. وقلنا في هذا الأمر أو اللي تطلق عليه التحليل المستثمرين ولا الملاك، إن في هناك قاعدة عامة إن دائما هناك علاقة في هذا النوعية من التحليل الاستثماري ما بين المخاطرة والعائد اللي موجودة فيه. فكلما زادت المخاطرة يزيد العائد، وكلما قل العائد تقل المخاطرة، يعني المستثمر يقبل بعائد أقل في سبيل إنه يتخلص من مخاطر كبيرة. وهذه ولهذا السبب بتشوف أن لما نتحدث عن هذا النوع من التحليل الاستثماري فإن دائما ينصب على بيتا وألفا اللي تتمثل في المخاطرة وتتمثل في اللي هي الفرصة. عندنا مدخلين في هذه العملية في التحليل الاستثماري، مدخل الاستثمار غير الإيجابي أو السلبي ومدخل الاستثمار الفاعل. طبعا هذه كلها تكلمناها بالأمس، لكن نريد أن احنا نعرج عليها قبل ما نبدأ. تكلمنا أن مدخل الاستثمار الإيجابي دائما ينظر إلى بيتا، لأن هذه بيتا اللي تمثل درجة المخاطرة اللي موجودة فيه. احنا قلنا في علاقة دائما قوية ما بين المخاطرة والعائد، فهو دائما ينظر إلى المخاطرة. هالنوعية من المستثمرين السلبي دائما ينظر إلى المخاطرة الأقل اللي موجودة فيها.
فيقبل بالعائد الأقل في مقابل أن تكون المخاطرة عنده في الاستثمار مخاطرة أقل، ولهذا السبب سمي بأنه سلبي، هو يريد العائد لكن لا يريد الدخول في المخاطرة اللي موجودة فيه، ولهذا السبب يعتمد على درجة بيتا. ففي الاستثمار السلبي اللي موجودة فيه، السوق يعتمد على الفرضيات التالية للأشخاص اللي يدخلون هذا الاستثمار. يعتمد على فرضية أن السوق كفء، بحيث أن المعلومات اللي واردة أو عفوا المعلومات اللي في السوق دائما تعكس، عفوا سعر السهم يعكس المعلومات الواردة، بمعنى آخر أن هذا السوق لا يمكن التجارة فيه عن طريق المعلومات، أو أنك تحصل على معلومة قبل غيرك وبالتالي تحقق أرباح أعلى من غيرك. فهذه أول فرضية. الفرضية الثانية أن هذا المستثمر يقوم بتنويع المحفظة، الأوراق المالية حقته، ما بين أسهم وسندات وغيرها، لابد أن يكون متنوعة في الاستثمار. وأيضا في هذا النوعية من التحليل اللي هو غير الإيجابي أو السلبي، أنه يتم الاعتماد على مؤشر السوق في اختيار مجموعة الأرقام الاستثمارات. يعني هذا الشخص ينظر إلى المؤشرات حقت الأسواق بشكل عام، إذا السوق بشكل عام مشجع، السوق كله قايم كله متحرك كله كذا، يبدأ في الاستثمار. إذا بدأ الركود بدأ كذا، يبدأ بالخروج من الاستثمار اللي موجودة فيه. هذا المدخل الأول اللي هو مدخل الاستثمار السلبي تكلمنا عنه. مدخل الاستثمار الإيجابي اللي موجودة فيه، وهو ينظر إلى ألفا، بدل ما ينظر إلى بيتا ينظر إلى ألفا، اللي هو ينظر إلى العائد. بيتا كانت تنظر إلى اللي هو تنظر إلى المخاطرة، بينما ألفا ينظر إلى العائد ولا يهتم بالمخاطرة. كل ما كان العائد أكثر بالنسبة له محفز للدخول في الاستثمار اللي موجود عنده فيه، بغض النظر عن المخاطرة، هل هي مخاطرة قليلة ولا مخاطرة عالية. لا، يقول لك أنا أنظر إلى العائد، أنا الهدف الرئيسي من الاستثمار حقي اللي هو العائد، وبالتالي أنظر إلى العائد وأنظر إلى كل مكان العائد اللي حققه إيجابي، وكل مكان العائد أكبر أنا دخلت هذا الاستثمار، ولا يهمني شنو نوعية المخاطرة أو بيتا. المدخل طبعا هذا يقوم على اعتقاد أن المستثمر من خلال هذا التحليل يمكن أن يحدد الفرص الاستثمارية، أي فرص استثمارية، ولكن الفرص الاستثمارية اللي السعر الحقيقي في السوق مختلف عن السعر الحقيقي في الأوراق، أو اللي احنا نجي نقول لك فيها اللي لا تعكسها الأسعار الحالية للأسهم، الأسعار الحالية طبعا اللي هي في السوق. شلون يعني هذا الكلام اللي احنا نتكلم عنه فيه؟ طبعا هذه النوعية من الاستثمارات لأنها مشهورة في وول ستريت ويطبقونها في المحافظ الاستثمارية وغيرها. بس خلينا نرجع شوي لهذه اللي ان التحليل الفعلي في تحديد الفرصة التي لا تعكس الأسعار الحالية للسوق. شو المقصود فيها؟ المقصود في هذه العملية ان المستثمر دائما يعمل مقارنة ما بين السعر اللي موجود في السوق والسعر اللي موجود على الورق من خلال قراءته لدراسته من خلال دراسته للقوائم المالية للشركة. فإذا كانت السعر الحقيقي للشركة أقل من السعر اللي موجود في السوق، يقوم بالتخلص من هذا السعر، عفوا من هذا السهم. لو كان العكس، أن السعر الحقيقي للشركة هو أعلى وسعرها في السوق أقل، يبدأ بالشراء لأنه يعرف أن المستقبل رايح يرتفع السعر، ورايح الناس تعرف أن سعرها ليس هذا يعكس السعر الحقيقي، وبالتالي يحقق أرباح من وراء هذا العملية فيها. الاستثمار الفاعل أو الإيجابي يستخدم عندنا نوعين فيه، التحليل الفني والتحليل الأساسي. التحليل الفني يعتمد على دراسة الاتجاهات التاريخية لأسعار السوق، يعني هو يشوف مسار السهم خلال تاريخيا، لوين وصل أعلى سعر قبل فترة وين وصل أقل سعر قبل فترة وغيره، فبالتالي
يبدأ بالبيع أو الشراء بناء على هذا التحليل الفني أو اللي احنا نسميه بناء على الرسومات البيانية اللي يكون فيها حركة السهم ما بين انخفاض ونزول. أما التحليل الأساسي لا، هذا يعتمد بالشركة الأساسية أنه على القوائم المالية على تحليل العوامل الرئيسية حقت الشركة. والله الاقتصاد اللي موجود عندنا فيه الآن يعتمد على إيش؟ هل الاقتصاد بترولي ولا غير بترولي؟ هل الشركة الآن أدائها في الإنتاج جيد ولا سيء؟ هل أداء الشركة في استثمار في إدارتها للأموال الخاصة فيها هي جيدة ولا غير جيدة؟ فهو دائما يتمثل في التحليل الأساسي، يعني سعر السهم في السوق كم تاريخيا، قبل سنة كم وقبل 3 شهور سنة، ما يهتم فيه كثير، لكن يهتم بإيش؟ بما يدور داخل الشركة. فإيش اللي يعمل هذا المستثمر اللي موجود فيه؟ إنه دائما يعمل مقارنات ما بين السعر اللي موجود في السوق وسعرها اللي موجود في الدفاتر، ويبدأ اللعب على هذا الأمر. الكلام هذا كله تقريبا قلناه بالأمس وانتهينا منه. درسنا اليوم في قضية النوع الثاني من التحليل التجاري اللي هو التحليل الائتماني. هذا درسنا اليوم عن تحليل الائتمان. ماذا يقصد بالتحليل الائتماني اللي موجودة فيه؟ الائتمان من الاسم حقه اللي يتركز على المديونية، يعني شوف التزامات الشركة اللي موجودة عندها في تجاه الدائنين، يعني عليها ديون كثيرة ولا ما عليها ديون كثيرة، يمكن أن تحصل على استثمار عفوا على تسهيلات ولا لا، يمكن أن تحصل على التسهيلات اللي موجودة فيه. بدون شك هذا التحليل الائتماني يهتم فيه بالدرجة الأولى اللي هم مدير المالي للشركة بالإضافة إلى الجهات الدائنة اللي موجودة فيها. وتنقسم عندنا التسهيلات الائتمانية عندنا إلى عدة أقسام، إما أن يكون هذا التسهيل الائتماني من جانب الدائنين التجاريين، وإلا أو أن يكون من جانب نفس الشركة. خلينا نشوف الجانب الأول اللي نتكلم عنه. الائتمان التجاري اللي يكون من جانب الدائنين التجاريين زي البنوك، لما أقول الدائنين التجاريين هم المقصود فيهم طبعا البنوك، إن هي هذه المنشأة تحصل على السلع والخدمات على حساب مثل المشتريات الآجلة، يعني اللي هم طبعا الدائنون البنوك، وممكن زي ما قلنا لك الأشخاص اللي يبيعون بالأجل اللي موجودة فيها. فالائتمان التجاري من جانب الدائن التجاريين إذا كانت الشركة تشتري بالأجل من الغير، فبدون شك هذا نوع من أنواع التسهيل اللي موجودة عندنا فيه، لأنه بدل ما يتضطر إلى دفع المبالغ اليوم، لا، مبالغ مشتريات اليوم من البضاعة أو من المواد الخام تؤجلها إلى فترة ثانية. نوع آخر من التسهيل الائتماني إنه يسدد قيمة هذه المشتريات بعد فترة زمنية تمتد بين 30 إلى 60 يوم اللي هي عملية الأجل. مهم جداً إن لا يتم حساب فوائد ويمنح خصم نقدي لتشجيع أو تعجيل السداد اللي موجود فيها. هذا التأمين التجاري الائتمان التجاري من جانب الدائنين اللي موجودة عندنا فيه. فهذه النوعية من البيع أو هذه النوعية من الشراء يعد نوع من أنواع الائتمان التجاري اللي الأشخاص أو الشركات تستفيد منه. فبدل ما أنه تضطر إلى دفع السيولة النقدية اليوم، لا، تؤجل الدفع إلى شهر أو شهرين اللي موجودة فيه، من أجل أنه تستفيد من فترة التأخير هذه أنه تشغل أموالها اللي تتمثل في قيمة هذه البضاعة المنزلة في أمور أخرى، في تسهيلات أخرى، قد تكون في سداد رواتب الموظفين، قد تكون في شراء بضاعة أكثر، قد تكون في يعني عدة أمور اللي موجودة عندنا فيه. هذا اللي يطلق عليه الائتمان التجاري من جانب الدائنين اللي موجودة فيها. النوع الثاني الائتمان غير التجاري من جانب الدائنين غير التجاريين اللي موجودة
عندنا فيها. الدائنين غير التجاريين، من هم الدائنين غير التجاريين اللي نتكلم عنها؟ الدائنين غير التجاريين زي لما تقوم المنشأة اللي تحصل على قرض لمدة محدودة مع الالتزام بسداد اللي هو سداد أصل القرض والفوائد المستحقة عليه اللي هم المقرضين. طبعا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية من أهم التجاريين الائتمان غير التجاري اللي هي صناديق اللي هو صناديق القروض الحكومة، زي صندوق الصناعي، زي صندوق اللي هو العقاري، زي الصندوق الزراعي، زي اللي موجود عندنا فيه. فهذه الصناديق هي في واقع الأمر ليست بصناديق تجارية اللي موجودة فيه، وإنما تعطيك قروض، وفي الغالب طبعا هذه القروض لا تحتوي على فوائد، وتلتزم بسداد هذه القروض على سنوات طويلة، على 10 سنوات 15 سنة حسب القروض اللي موجودة فيها. ويمكن أن نحن نقسم اللي هو الائتمان غير التجاري اللي هو من جانب الدائنين عندنا فيه اللي يجب فيها سداد قيمة القرض والفوائد اللي موجودة عندنا فيه إلى نوعين: الائتمان في الأجل القصير والائتمان في الأجل الطويل اللي موجودة عندنا فيه. الائتمان في الأجل القصير عادة أنه يجب أنك تسدده خلال سنة أو أقل، هذا اللي هو في الأجل القصير. لما أقول لك سنة أو أقل هذا أجل قصير، لكن من تطول عندي أكثر من سنة يطلق عليه أجل طويل. بمعنى آخر، القروض طويلة الأجل اللي تطلع عندي في الحسابات هذه عادة اللي تطلع عندي في المركز المالي، هذا اللي احنا نسميها اللي هي القروض اللي هي طويلة الأجل. أما القصيرة الأجل، القروض القصيرة الأجل اللي تطلع في جانب الأصول الموجودة فيه، فهذه اللي لا تخرج في المركز المالي، فهذه مدة 3 شهور 6 شهور وغيرها، هذه لا يعد من هذه اللي تعد اللي هي قصيرة الأجل. بدون القروض قصيرة الأجل ممكن تحصل عليها من البنوك، ولا إنها عبارة عن ضمانات مقابل ضمانات معينة. يعني أنت ممكن إنك تشتري بضاعة مقابل إنك أنت تسحب كمبيال عليك، فهذا نوع من أنواع الائتمان اللي موجودة فيه، وممكن أنك تحصل عليه عن طريق خصم أو قطع الأوراق التجارية عند البنوك اللي هي زي ما قلنا لك أوراق القبض أو روابط الدفع. الائتمان طويل الأجل النوع الثاني، عادة أن هذه القروض لابد أنك تسددها في زمن أطول من سنة مالية، ما يطلق عليه قرض طويل أجل وهو فترة أقل من سنة، لازم تكون أكثر من سنة، وفي الغالب ما بين 5 سنوات وفوق هذه موجودة فيها. وعادة تحصل عليه المؤسسات في شكل قروض من شركات التأمين في شكل سندات، أو من في شكل قروض من البنوك طبعا، ولا حتى من شركة التأمين على شكل سندات. طبعا هذا لما يقول لك شركات التأمين في شكل سندات، هذه في الدول الأوروبية اللي تمنحك تأمين زي ما يقولون عندنا زي التأمين على الحياة والتأمين على الممتلك غيره في هذه، انك انت اذا اخذت مده طويله تحصل لك بعدين على المبالغ اللي انت تحصل عليها. التأجير التمويلي يعد من انواع الائتمان طويل الاجل. شلون يعني التأجير التمويلي اللي هو من الائتمان الطويل الاجل؟ انت لما تشتري بضاعه اللي هو التأجير منتهي بالتمليك، هذا يعد نوع من انواع الائتمان طويل الاجل. ليش؟ لانك انت بتدفع قيمه هذا لأنك أنت بتعطي هذه البضاعة لسين من العملاء بقدرك يسدد إلى فترة طويلة اللي موجودة عندك فيه، وبالتالي طبعا بتملكها، فهذا نوع من أنواع الائتمان. لو كنت أنا صاحب البضاعة أو مشتري لهذه البضاعة، هذه معناته أني أنا علشان أملك هذا الأصل
رايح أسدد على مدى طويل، ولن أتكلف بدفع قيمة هذه الأصل اليوم، وإنما يعد فيها ائتمان طويل الأجل. على ماذا يركز التحليل الائتماني؟ يركز التحليل الائتماني على مقدرة اللي هو المقترض على الوفاء بالتزاماته. دائما يريد أن يتأكد أن هذا الشخص اللي إحنا اقترضنا منه، إني عفوا الشخص اللي أخذ منه أموال، إنه قادر بالالتزام بالأمور المترتبة عليه، سواء كان في أصل الدين أو في الفوائد المستحقة عليه. كما أن هذا التحليل الائتماني يركز على المخاطرة لا على الربحية. يعني لما يجي يحلل الائتمان اللي موجود عندنا فيه، يشوف درجة المخاطرة اللي رايح يتحملها في إعطاء لهذا الدين. فبدون شك، على سبيل المثال، لو كنت أنا بنك وأريد أني أعطي قرض لشركة قوية مثل شركة أرامكو، لن أتردد في إعطاء شركة مثل أرامكو قرض طويل أجل، وممكن أني أقبل نسبة أرباح قليلة. ليش؟ لأن لا يوجد فيها مخاطرة وطويل أجل، ولا عندي أي مشكلة فيه. لكن لو أتت عندي شركة صغيرة مجهولة غير معروفة اللي موجودة فيها، وأرادت أني تحصل على قرض من عندي أنا كبنك، ببدأ أتشدد. ليش؟ لأني أنا مش عارف قدرتها الائتمانية وقدرتها على السداد وقدرتها على هذه الأمور. ولما أعطيها قرض بشوف بحط عليها نسب فوائد عالية عالية جدا. ليش؟ لأن أنظر إلى أن هذه الشركة المجهولة أو اللي أنا لا أدركها أنها معرضة لعدم القدرة على السداد في الأموال حقتها، ولهذا السبب احنا نركز نقول اني انظر اليها. يعني هذه من نوع من انواع التحليل في هذا الائتماني. من الاشياء اللي يقوم فيها التحليل الائتماني عندي اللي هي السيوله والملاءه اللي موجوده فيها. شو المقصود بالسيوله وش المقصود بالملاءه؟ انا لما خلينا نتكلم في قضية السيولة. أنا لما الآن أعطي قرض إلى سين من الشركات مليون ريال لنفرض لك، وخلينا على سبيل المثال طلبت من الشركة أن تسدد لي سنويا 200,000 ريال كجزء من القرض على 5 سنوات، هذا القرض المليون 200,000 ريال بالإضافة إلى الفوائد حقته، ولنفرض هناك 50,000 أو خلينا نقول لك 20,000 فوائد على هذا القرض سنويا اللي موجودة فيه على المليون. أنا يهمني جدا أني لما أحلل الشركة أني بالفعل في نهاية السنة المالية بتصير عند الشركة كاش ماني، سيولة نقدية بمقدار 200,000 ريال اللي أنا اتفقت عليها. لأن أحيانا قد تكون الشركة ربحانة لكن فعليا لا يوجد لديها سيولة نقدية بحيث أنها تستطيع السداد. هي ربحانة لكن تيجي تقول لها أعطيني كاش ماني قيمة 200,000 ريال اللي هو القرض اللي هو قسط القرض اللي المفروض تسددين السنة، قالت والله أنا آسفة أنا عندي أرباح لكن ما عندي سيولة نقدية أسددها لك. أجي أقول لك في التالي لا، أنا لما أحلل شركة أنا كبنك أتأكد أني أوكي أنا أوافق على المليون، لكن ما أقول لها والله تسددين على 5 سنوات 200,000 كل سنة. أقول لا، أنا أوافقك على المليون بس بتسددين لي سنويا فرضا 100,000 تيجي الشركة تقول ليش أنا ما أبي على مدى 10 سنوات. أقول لها لا، لأني أنا لما درست السيولة حقتك اتضح لي أنك لا تستطيعين توفرين سيولة نقدية سنويا أكثر من 100,000 ريال، في حدود 100,000 ريال، 200,000 ريال لن تتمكنين من سدادها على الرغم من أنك إيش شركة ربحانة، لكن لن تتوفر عندك سيولة نقدية بقيمة 200,000 ريال. تسأل الشركة ليش؟ نجي نقول لها لأن عندك التزامات كثيرة، قد تكون عندك سيولة نقدية تحتاجين لدفعها للرواتب حق الموظفين، لشراء المواد الخام، للالتزامات الأخرى زي الإيجارات وغيرها في مثل هذه الأمور. فإذا التحليل الائتماني اللي هو
على تحليل السيولة والملاءة اللي موجودة عندنا فيه في المدى الزمني قصير الأجل. الملاءة اللي هي القدرة على سداد التزاماتها طويلة الأجل، يعني أنا في مثالنا السابق المليون ريال هي قادرة على أن هي تسدد المليون في الطويل الأجل على مدة 10 سنوات لأن الشركة قاعدة تربح، لكن لما أنظر إلى السيولة أقول لا والله ما تقدر تسددها على 5 سنوات زي ما الشركة تبغى، ولكن أعطيها على اللي هي 10 سنوات. فالملاءة المالية تكون حقتها ضعيفة قوية، لكن السيولة قد تكون ضعيفة. أحيانا العكس تحصل بعض الشركات، السيولة عند الشركة كبيرة لكن الملاءة المالية حقتها ضعيفة اللي موجودة فيها. شلون ضعيفة؟ أن تكون عندها التزامات كثيرة، عندها قروض حاصلة عليها من كذا بنك، عندها قروض حاصلة عليها من جهات خارجية، قروض من الدولة، قروض من كذا. صحيح عندها وفرة في السيولة لكن للأسف الملاءة حقتها ضعيفة، لأن هذه القروض ربما تحل في وقت معين ولا تستطيع السداد في هذه القروض بسبب الخسائر اللي موجودة عندها فيه. فإذا احنا لما نجي نتكلم لك على التحليل الائتماري دائما ننظر إلى الملاءة وننظر إلى السيولة. شنو المعايير والأدوات حق التحليل الائتماري؟ تختلف حسب مدة الائتمان وشكله وغرضه على عدة نواحي في مثل هذا الأمر. ثواني بس أبغى أشبك الكهرب. لا تنجح. نعم عذرا. شنو هي المعايير والأدوات حق التحليل الائتماري اللي موجودة عندنا فيه؟ لما نجي نتكلم لك عن الائتمان قصير الأجل، لما نجي نتكلم عن الأدوات والتحاليل لابد أني أنا أنظر إلى مدة الائتمان وشكله وغرضه. كيف يعني؟ يعني إذا كان الائتمان أو القرض بمعنى آخر اللي أنا بعطيه قرض قصير أجل، يختلف الأدوات والأشياء اللي بنظر لها عن القرض الطويل الأجل، وهذه نقطة مهمة في هذا الأمر. فلما نجي الائتمان قصير الأجل ينصب على أن الدائنين يهتمون على الوضع المالي الحالي للشركة وقدرتها على سداد الدين في القصير الأجل. خليني بس معلش أعدل قسمك بعضا. ينصب اهتمام الدائنين على الوضع المالي وقدرتها على سداد الدين في الأجل القصير، لأن هذا أنا بعطيها دين قصير أجل مدة 3 شهور 4 شهور ولا 6 شهور، لابد أني أتأكد أن الشركة بصير عندها سيولة نقدية متوفرة على المدى القصير اللي هو بعد 6 أو 7 شهور. ولهذا السبب تشوف أنه يدرس قائمة التدفق النقدي حق الشركة، يعني اللي تنظر إلى السيولة اللي موجودة فيه، بالإضافة إلى أنه يدرس سيولة الأصول المتداولة وكيف قابليتها للتحول إلى نقدية. يعني أنا الآن الدين قصير الأجل اللي موجودة فيها ولنفرض لك أنه 500,000، فأنا لما يكون الدين كبنك دين 500,000 قصير أجل أبغى أتأكد إن في عندها القدرة إن تسدد هذه 500,000
بدون ما تبيع أصل من الأصول. إذا تعرفون التقسيمات حق اللي هي قائمة المركز المالي، في عندنا الأصول الثابتة وعندنا الأصول المتداولة. الأصول المتداولة اللي هي النقدية وأوراق القبض والمدينون و يعني الأمور هذه، الاستثمارات قصيرة الأجل وغيرها اللي موجودة عندنا فيه. فيهمني أنا إذا كان الدين قصير الأجل إن الشركة عندها سيولة أو أصول قابلة للتحول إلى سيولة بشكل سريع، بحيث إن هي تسدد هذا القرض اللي موجود عليها. فبالتالي شو اللي بيصير؟ إن لما يحل الدين لو ما كان عندها كاش ماني كافي، ممكن إن هي مباشرة إذا عندها أوراق قبض اللي موجودة فيه على طول تذهب إلى البنك وتعمل لها خصم وتطلع هالفلوس وتعطيني إياهم أنا. لو كان عندها أسهم من السهل جدا بكبسة زر ربما، وحتى هم في المكتب باعوا هذه الأسهم وسددوا القروض اللي عليه، لكن ما أبغاهم أنا علشان القرض قصير أجل، إن لو حل موعد الدين قد يضطرون إلى بيع أصل من الأصول، الأراضي عندهم ولا أي شيء آخر علشان يسددون لي هذا الدين. أنا لا أريد أني أدخل في هذه المتاهة. لهذا السبب أن قصير الأجل ينظر إلى التدفقات النقدية حق الشركة وإلى السيولة المتداولة اللي هي الأصول النقدية والأوراق القبض والأسهم والسندات اللي موجودة عندهم، هذه بالدرجة الأولى. فهم ينظرون لها في هذا المنظور اللي موجودة عندهم. أما لما نأتي في الحديث عن الائتمان طويل الأجل، فبالتالي أنه الأدوات حقه تختلف عن الأدوات حق قصير الأجل أو المعايير اللي موجودة فيه. هذا النوع يحتاج إلى تحليل أكثر ونظرة مستقبلية أكثر عمق، ويشمل على وشه التوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية. يعني الحين بدل ما أني درست قائمة التدفق النقدي في قصير الأجل، لا، أنا بس أدرس التدفق النقدي، أنا أتوقع مستقبلا بعد سنة بعد 3 سنوات 5 سنوات قديش السيولة النقدية راح تتوفر، قديش التدفقات النقدية اللي ممكن تتوفر، مش اللي هي فقط خلال هذا العام. أيضا من الأشياء المهمة على قيمة تقييم الربحية، الربحية المستقبلية، لازم أقرأ الترند حق الأرباح حق الشركة، هل هي في نمو مستمر أو في استقرار، ولا ربما يكون بالعكس في نزول في هالعملية دي. فأنا يهمني، حنا ما نظرنا للأرباح في قضية التحليل القصير الأجل لأن هي بحل موعدها قبل ما أن الشركة يحقق أرباح ولا خسارة، لكن لأن طويل أجل في هذه الحالة الائتمان هنا أنظر إلى الربحية، لأن الربحية بالنسبة لي عامل مهم في زيادة الأصول، في زيادة السيولة النقدية، في زيادة يعني عدة أمور اللي موجودة فيها. ملحوظة بالأحمر أنا وضعت هنا إن الديون الممتازة في المقدمة دائما لها الأولوية في السداد. يعني عندنا الديون العادية والديون الممتازة، الديون العادية اللي تأخذها من البنوك، لكن الديون الممتازة اللي عادة يكون فيها إما يعني فيها رهون خاصة، وهذه تقعية ديون ممتازة، فبالتالي أنا لا أريد أني أرهن شيء من الأصول الموجودة عندي في هذه القضية، فأنا أسدد لهم مباشرة في الأول. خلاصة الكلام عن اللي موجود في التحليل الائتماني. التحليل الائتماني هذا يتم في سياق عدد من القرارات، أهمها قرار منح الائتمان من جانب البنوك. يعني احنا لما قلنا ان احنا التحليل هذا مين يهتم فيه، قلنا لك ان يهتم فيه بالدرجة الاولى اللي هي البنوك. ايضا من اللي يهتمون فيه اللي هو المحللين اللي عندهم رغبة في شراء السندات،
السندات هذه تصدرها عادة إما الحكومات أو الشركات أو البنوك أحيانا اللي موجودة عندها فيها بالنيابة عن البنك المركزي. فأنا لابد أني أنا أعرف مقدرة الشركة في سداد قيمة هذا السند اللي أنا بشتريه منها. أيضا وكالات التصريف الائتماني تقوم باللي هو التقويم الدوري حق الشركات. دائما تشوف انه يقول لك وكالة فيتش ولا وكالة بلومبرج ولا وكالة هذه المعروفة اللي موجودة عندنا فيك، يقول لك والله عادة التصنيف الائتماني للدول هي اكثر شيء اللي يعلنونه، لكن هي لا تهتم فقط بالدول وانما تهتم ايضا بالشركات، فتعيد اللي هو التصنيفات حقها من AAA، وكذا الواحد ربما أنتم مطلعين اللي هو AAA، ولا إن AAA A- ولا A+ أو A++ ولا B ولا BBB+ وإلى آخره، في عندهم عدة درجات. فهذه اللي هم وكالات التصنيف الائتماني تبين لك مقدرة الشركة على سداد الديون حقتها في الأجل الطويل. أيضا الموردون يهتمون في مثل هذه الأمر اللي موجودة عندنا فيه. من اللي يهتمون أيضا في مثل هذه الأمر المراجعون الخارجيين حقنا والتمويل وإدارة التمويل والموازنة داخل الشركة. يعني الشركة قبل ما تقدم على هذا العمل أو أنه تحصل على ائتمان لابد أن تقوم بهذا النوع من التحليل الائتماني. ليش تقوم بهذا التحليل؟ علشان تتأكد إذا الشركة راح تستطيع السداد بشكل جيد في هذا المطلوب منها. انتهينا من النوع الثاني اللي هو التحليل الائتماني. إذن احنا انتهينا الآن من نوعين من أنواع التحليل التجاري. النوع الأول كان التحليل الاستثماري، وزي ما ذكرنا لكم أن التحليل الاستثماري بهدف أنك تأخذ قرار في الاستثمار في الشركة من عدمه، أو الاستثمار في الشركة، أو التخلص من الأسهم اللي انت تملكها في هذه الشركة. وتذكرنا ان احنا نعتمد فيه بعدة امور، وكان فيها من الاشياء الرئيسية المقارنة ما بين السعر الحقيقي للشركة وما بين سعرها في السوق اللي مجلك في هذا الامر. تكلمنا ايضا عن التحليل التجاري، عفوا التحليل الائتماني او التحليل التجاري لاغراض الائتمان، وشفنا ان التحليل اللي هو التجاري لاغراض الائتمان كان عندنا في عدة أجزاء، إذا كان الائتمان قصير الأجل أو الائتمان طويل الأجل. فهم يفرقون عندي ليش؟ لأني أنا أبغى أعرف اللي هي قدرة الشركة على سداد ديونها في الأجل الطويل أو سداد ديونها في الأجل القصير. وركزوا على أمرين، على الملاءة وعلى الربحية اللي موجودة عندنا فيها، على الملاءة عفوا المالية وعلى السيولة النقدية، الملاءة والسيولة النقدية. وقلنا قد تكون الشركة مليئة وأرباحها عالية لكن لا تتوفر عندها سيولة، فبالتالي قرار الائتمان عندي راح يكون مختلف، أني أوافق على القرض لهذه الشركة لكن لا أوافقها في الأقساط، وأنا معطيها بأقساط أقل. طبعا هذا بيكلف الشركة كثير لما يكون القسط قليل، لأن المدة بتزيد وبالتالي الفوائد اللي تترتب عليها ان الشركه تدفعها ايضا بتزيد على الشركه اللي موجوده عندهم فيه. هذا النوع الثاني من اللي هو التحليل التجاري. اخر نوع، مش اخر نوع، النوع الثالث عفوا، اللي هو الاغراض الاداره والرقابه اللي موجوده عندنا فيه. باقي خمس دقائق نشوف ايش اللي هي ممكن احنا نغطيه فيما يتعلق بأغراض اللي هي الرقابة، وهي بسيطة اللي موجودة فيه. لما أجي أقول لك الأغراض الإدارة والرقابة اللي موجودة فيه، إني
أنا أريد أن أحقق رقابة على الأمور الداخلية اللي صار عندي في الشركة اللي موجودة فيه، بمعنى أن مدير الشركات دائما عادة في التحليل التجاري حق الإدارة والرقابة دائما يركزون على الوضع المالي والربحية ومستقبل الشركة اللي موجودة فيها، هذا اللي يركزون عليه. بينما التحليل التجاري والتحليل التقارير المالية يطلق عليه من المنظور الخارجي للشركة، بحيث أن المستثمرين والدائنون للشركة هم اللي ينظرون بهذه العملية، وهذه المنظور يحقق الكثير من الفوائد. شنو اللي يحققها؟ يحقق أولا اللي هو الإفصاح المحاسبي، يعني أن الشركة تبدأ بالإفصاح المحاسبي بشكل أوضح وبشكل أكبر، وهذا طبعا نوع من أنواع الرقابة، أني أنا لما ألزم الشركات أنهم بالإفصاح في نهاية السنة عن البيانات المحاسبية بشكل أوضح وأكثر، هذا نوع من أنواع الرقابة. أيضا الإفصاح المحاسبي أو يعني هذا النوع من التحليل التجاري أنه يمد الإدارة بالمعلومات الموثوقة اللي موجودة عندنا فيه حتى يقوم بالاستراتيجيات الملازمة للأنشطة التشغيلية. يعني المحلل التجاري اللي التحليل لأغراض الرقابة اللي موجودة فيه لما أعمله بيعطي الشركة بيانات يعرف الخلل التشغيلي اللي موجود فيها. كيف يكون هذا؟ يعني على سبيل المثال وإحنا بنشوفه في النسب المئوية، عفوا بالنسب المالية اللي موجودة عندنا لما نبدأ في دراستها، بتلاحظون إن في خلال النسب المئوية إن الشركات يعملون حاجة يطرق عليها معدل دوران المخزون ومعدل مدة الاحتفاظ بالمخزون اللي هي فترة الاحتفاظ الشركة بالمخزون اللي موجودة فيه. فأحيانا يكون هناك تالف كبير جدا من المخزون والشركة ما تدري عنه أو إنه مخفينا الموظفين حقين المخزون بسبب طول مدة التخزين، خصوصا لما تكون مواد غذائية على سبيل المثال. هذا النوع من التحليل يبين كم يوم يجلس المخزون في المستودعات حتى يتم تصريفه وبيعه. فلو كانت على سبيل المثال مواد غذائية من النوع اللي ما تتحمل ان يتم تخزينها اكثر من شهر على سبيل المثال، فلو جلست في المستودعات لمدة 3 شهور فانه يتوقع ان التالف فيها نسبة كبيرة جدا، فمعدل الدوران حقه لابد انه ينتهي شهريا اللي موجودة فيه، فبالتالي يصير في خلل في إدارة المخزون إن الشركة مو جالسة تحتفظ بمخزون كمية مناسبة في المخزون، إما كمية أعلى من المطلوب أو أقل من المطلوب. فهذا نوع من التحليل اللي يفيدنا في هذه العملية اللي يمد الإدارة لأي تغيرات أو اللي موجودة عندنا فيها في الأمور أو خلل في الأمور التشغيلية. فيكون عندي خلل تشغيلي في المستودعات. أيضا يبين لي التغيير في الاستراتيجيات، استراتيجيات في السيولة، استراتيجيات في السياسة النقدية اللي موجودة عندها، استراتيجيات في البيع بالأجل، وهذه طبعا مهمة جدا اللي موجودة عندي فيه. فعندي هناك تحليلات كبيرة إن هي تبين لي هل الأشخاص اللي احنا نبيعهم بالأجل هم يقومون بالسداد في الوقت المحدد ولا لا؟ فلا يمكن اني اتوسع في عملية البيع بالاجل البيع بالاجل البيع بالاجل حق العملاء وانا العملاء اصلا ما يسددون، لاني لو توسعت فيها بدون دراسة شو اللي بينتج عنه؟ ان بينتج ان انا رايح اقع في مشكلة في السيولة النقدية. صحيح عندي بضاعة جالسة تنباع لكن عندي مشكلة في السيولة النقدية لا استطيع اني اغطيها بحيث اني اشتري بضاعة جديدة. فالتوسع في البيع بالاجل يجب ان يكون مدروس، لأن كل ما توسعت في البيع بالأجل كل ما قلت السيولة النقدية اللي موجودة عندك، ولابد أنك تعرف هل السيولة النقدية اللي أنت قلت تستطيع تغطيتها بمصدر آخر علشان تمشي أمورك الأخرى زي الرواتب زي شراء المواد الخام وغيرها في مثل هذه الأمور اللي موجودة فيها. أشكر الجميع الاستماع، هذه انتهت المحاضرة اللي موجودة عندنا فيه.
وإن شاء الله نكمل معكم في المحاضرات القادمة. أحد عنده استفسار ولا شيء؟ أيوة، في أحد عنده أي استفسار؟ موفقين إن شاء الله. الله يعين، أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. والله الشرائح اللي يسأل عن الشرائح اللي موجودة عندنا فيها، شوف هذا شخص وضعها، يبدو لي إنها موجودة في المنتدى. مشكلة أنا بس بشوف عن إمكانية وضعها في المنتدى، لأن أنا أشوف ما عرفت حضور محاضرات كافية لأخذ علامة كاملة. أنا ما فهمت إيش قصدك حضور المحاضرات اللي كافية، هي تعتمد على الاختبارات، فأنا ما فهمت سؤال الأخ اللي كذا. الأسئلة إحنا في المنتدى بإذن الله أنا بنزل نوعيات يعني مشابهة للأسئلة اللي يتوقع أن تكون، طبعا أسئلتكم كلها اختيارية، الإخوان اللي يسألون الأسئلة كيف بتكون كلها عبارة عن أسئلة نظرية، ما في عندنا عملي، المادة كلها نظرية، هي العملية اختيارية. بحط لكم هي في المنتدى بعض النماذج في الأسئلة وأيضا النقاشات حتى تعرفون إيش ممكن تتصور طبيعة الأسئلة اللي ممكن أن هي تأتيكم فيها بإذن الله، بحول الله وقوته. بس اللي قال إنه بالمنتدى هذا اللي أنا ما فهمته، اللي يقول لي يقصد الشرائح، أنا بحاول إذا كنت أقدر أني أضعها أو مسموح وضعها في المنتدى فأنا ما عندي أي مشكلة بإذن الله. أسأل الله التوفيق للجميع، وإن شاء الله نلتقي وياكم في خلال الأسبوع القادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.